وبنعود لحضراتكم على طول مشاهدينا الكرام، وكل واحد بدوره مهم. دايما اقول في المواقف الكتيره اللي عشناها مع بعض والمواقف اللي الدوله المصريه عاشتها مع مواطنيها، دايما اقول كل واحد فينا جندي مجند لخدمه مصر. فكره الانتماء بتظهر وقت المواقف، فكره الاصل الطيب، الجينات الاصيله، ازاي نقدر نتعامل مع المواقف، كل ده بيظهر لنا. وفي كل مره الحقيقه بيثبت المواطن المصري ان هو قد المسؤوليه وقد مستوى اللحظة. اسمحوا لنا النهاردة نتحدث عن دور المجتمع والأسرة في مساندة الدولة وقت الأزمات بشكل عام، وفي وقت الأزمة الصحية اللي بيمر بيها العالم، فيروس كورونا بشكل خاص. النهاردة بتشرفنا دكتورة هاجر عبد الحكيم، دكتوراه بإدارة الأعمال. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي، وطبعا بيشرفنا يعني حضرتك واحد زي ما بنقول من أهل البيت، يعني دايما بتجيلنا وبتشرفنا وبتفيدنا في البرنامج. دكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. هبتدي مع حضرتك وعايزة أتكلم عن إدارة الموقف. حضرتك إزاي شايفة إدارة الموقف للدولة المصرية؟ وده الحقيقة سؤال لحضراتكم أنتم الاثنين. إدارة الموقف سواء كان في إعصار اللي سمي بإعصار التنين أو مع الأزمة الحالية اللي بيعيشها العالم وهو الفيروس. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأسرية اللي بتعرضنا للعديد من الضغوط والتوتر والقلق بتحتاج لإدارة. لأننا هنتكلم عن الإدارة وإدارة الأزمات، المشاكل المالية والمشاكل اللي بتتحول إلى أزمات ثم فوضى بتحتاج لإدارة. لو هندرس الوضع الحالي بإدارة الأزمة مثلا عن الأزمة الصحية اللي احنا بنتعرض ليها، زي ما حضرتك تفضلت في بداية الحلقة، لازم اتناول الموضوع من جهتين، دور الدولة في إدارة الأزمة ودور المواطن في إدارة الأزمة عشان أقدر أديرها بشكل سليم. دور الدولة، الدولة قامت بجميع الاستعدادات عشان مواجهة الأزمة والحد منها. اشتغلت على 3 مراحل. أول مرحلة كانت الوقاية من خلال التوعية. تاني مرحلة كانت لو ظهر حالات كيفية التعامل. تالت مرحلة ربنا يحفظ مصر وأهلها لو تفشى الفيروس. طيب، بمنتهى الشفافية جدا، الدولة لما بدأ يظهر حالات في المدارس والجامعات خدت قرار فوري بالانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي كيفية التعامل بعد ظهور حالات. القرار اللي أخدته الدولة بتعليق العمل بالمدارس والجامعات لمدة 2 أسبوع، لأن احنا عارفين ان ولادنا بيمثلوا 25% من الشعب المصري. 22% التعليم القبل الجامعي، جميع مراحل التعليم القبل الجامعي. 3% التعليم الجامعي. كمان من الاستعدادات اللي خدتها الدولة قامت بتعليق الأنشطة اللي ممكن تؤدي إلى تجمعات كبيرة. التجمعات الكبيرة دي هتؤدي إلى زيادة انتشار الفيروس، فأنا عايز أحد منه. طيب، وقفت على الإجراءات دي بس؟ لا، ده كمان لما أعلنت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس ده وباء عالمي، ابتدت تاخد إجراءات جديدة برضو، وإحنا لسه في المرحلة التانية. إيه الإجراءات الجديدة اللي خدتها الدولة؟ تعليق المطارات ابتداء من ظهر الخميس 19 مارس لحد 31 مارس. اكتفت بهذه القرارات فقط؟ برضو أخذت قرارات تانية إن أنا عايز أخفض العمالة، وهنا هتوقف عشان الشائعات والفوضى اللي بتتقال الدولة عايزة تتخلص من جزء من العمالة. لا، الدولة عايزة تخفض العمالة عشان الهدف منها أقلل التجمعات بعد الكبير، أحد من انتشار بدليل إن الفيروس. في شفتات، يعني صحيح. هي ماشية بطريق شفتات، لو عايز تستغنى عن العمال أو العمالة زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي كان يبقى في إلغاء ناس من على الجداول، إنما الحقيقة إنه في ناس هتتبادل على الجداول. وكمان الدولة عملت استثناءات، يعني المصالح اللي بتقدم خدمات استراتيجية أو خدمات
اساسيه للدوله في هذا موجودين التوقيت زي في هذا الاطباء او التوقيت، غيره. موجودين الاطباء، قطاع الكهرباء، الصرف، الميه وهكذا، موجودين شيفتات، نظام شيفتات. طيب كل اللي بتعمله الدوله ده لاداره الازمه، الهدف منه الحد والسيطره على الفيروس والحفاظ على المواطن اللي هو انا وحضرتك والدكتور والمشاهدين والدوله المصريه، كل ده بيكلف الدوله مصاريف وكلف الدولة خسائر اقتصادية. طيب أنا بقى دوري أنا هخليني أقف عند الدور الاقتصادي عشان عايزة أتحدث برضو بشكل متوازي، لأنه يعني مهم أن أنا أغطي كل النقاط. أجي لحضرتك ودايما بيبقى لك رؤية الحقيقة في إدارة المواقف، ودايما بيبقى لك رأي واضح ومحدد. خليني أبتدي بفكرة أن الدولة، ناس كتيرة جدا في البداية قالوا ازاي ما بتلغوش المدارس، ازاي الاطفال لسه بتروح المدرسة حتى لو مش بيتعدوا فهم كاريرز حاملين للفيروس وكذا وكذا. وبعدين جه سيادة الرئيس في توقيت محدد مدروس علق الدراسة. هنا فكرة اللي بقصده ليه بهذا المثال، بقصد فكرة عدم التهويل ولا التهوين، وده دايما بيبقى صعب. يعني شفنا مثلا ايطاليا دخلت في نطاق التهوين بالأمور إلى أن تفشى الفيروس بشكل كبير. هنشوف أن دولة زي مثلا لندن، يعني إنجلترا، بريطانيا، قدرت أن هي تشتغل بجداول وغيرت رأيها، ما اتكسفتش أن هي تطلع تقول إحنا يا جماعة بنرجع في كلامنا، إحنا هنطبق كذا وكذا وكذا. وبناء على الحكمة في التعامل أشاد بنا الحقيقة WHO في كيفية التصرف المصري. هنا عايزة أجي لحضرتك في جزئيتك وفي تخصصك في الإدارة، عدم التهويل والتهوين إزاي ده فخ ممكن أي حد حتى فينا وهو بيدير بيته يقع فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة لما أتكلم على التوقيت المحدد لإدارة الأزمات، هي إيه الإدارة وإيه الأزمات؟ الأزمات لما أتكلم على أزمة ده موقف خطير طرأ علي غير متوقع، ابتديت أتعامل معاه. أولا الأزمة أو إدارة الأزمة، الأزمة فقط دون الإدارة، الأزمة أمر ظاهرة إنسانية، جزء من نسيج الحياة، ملازم للإنسان من بداية الخليقة حتى الآن من القدم. كيفية التعامل معاه، كيفية التوقيت، أبدأ أتحرك صوب الأزمة عشان أقدر من خلاله أحل أزمة. في جزئيتين هنا في الإدارة أو الأزمة، الأزمة إن أنا أعترف بيها وإن أنا لا أعترف بيها. أعترف بيها، اعترفت بيها، أبدأ أعمل سوات أناليسز، أعمل تحليل بقى بيئي إن أنا أقدر إزاي أتحرك، ودي خطوات علمية. مع لم يتم الاعتراف بها وأنكرها، حالة الإنكار هنا عندي أثار سلبية كتير جدا موجودة في البيت. عندنا في البيت إن المية، واسمحوا لي إن أنا هبعد عن الطريق الأكاديمي لحظات وارجع له تاني. النهاردة لما يبقى عندي مشكلة من مشكلات قطع الكهرباء أو قطع المية، إزاي إن أنا أدرب أولادي على أساس إن أنا عندي مشكلة موجودة إزاي يتعامل مع انقطاع المية لفترة؟ ما هي بقت أزمة. الأزمات النفسية، الأزمات الاقتصادية، الأزمات الاجتماعية، حالة من التوتر، حالة من القلق. ابتدت الدولة المصرية تعمل إيه بقى؟ أولا إحنا عندنا أزمة، والأزمة دي عالمية موجودة، هتأثر على الاقتصاد، هتأثر على الناحية النفسية، هتأثر على الناحية الاجتماعية. من هنا بدأت تتحرك في توقيت معين، يبدأ سيادة الرئيس يوجه ازاي هتتحرك. ما هو كانوا في ناس عماله تقول اجلوا مدارس اجلوا مدارس اجلوا مدارس، لما ابتدت الدوله تقوم تاجل المدارس في التوقيت المحدد قالوا لا ده يبقى عندنا ازمه خطيره. ما انت حضرتك عارف ان احنا كان عندنا ازمه خطيره. ليه؟ لان انا النهارده يا فندم لما اتكلم عن الاداره ده نشاط انساني هادف بيستمد مفاهيم من العلوم المختلفه لتحقيق نتائج بكفاءه وفاعليه في ظل ظروف معينه. ايه القصة؟ في تعريفات كتير للإدارة، لكن انا اخترت التعريف لكتابي في 2018. اتكلم هنا نشاط انساني هادف. ايوه، ما هو نشاط داخل الدولة المصرية هدفه يا اقتصادي يا انتاجي يا منفعي، يبدأ من خلاله عايز احقق كفاءة وفعالية. كفاءة وفعالية، الفعالية هنا يا فندم ان انا اعمل فعالية ان انا اوصل لهدفي، اوصل لهدفي، احد من اطار الازمة. انا هتكلم تعريف الإدارة بس اسقاط على الازمة، اقلل انا وصلت لهدفي.
احنا الاثنين عن اول كفاءة ان انا اوصل للهدف بس باقل فاقد. خلي بال حضرتك لان انا عندي استقرار اقتصادي، هبدا من خلال الاستقرار الاقتصادي لو ما اتحركتش صوب الازمة ان انا احلها في الوقت المناسب هتكلفني امور كتير جدا، خصوصا وان انت دولة بتنمو اقتصاديا. بالزبط. يعني احنا اشتغلنا فترة طويلة وكنا يدوبك بنحصد اللي اشتغلنا بيه، فمش عايزين يكون عندنا خسائر. حضرتك كمان ذكرتني بنقطة مهمة جدا وهي نقطة تدريب الأطفال، تدريب الأفراد. حضرتك تنمية بشرية وأهم عنصر في مصر هو العنصر البشري. إحنا بنواجه كنا في وقت يعني إعصار، فبالتالي في انقطاع في المياه، وفي نفس الوقت مطالبين بغسل إيدينا طول الوقت. بالزبط. هنا بقى فكرة تعريف الأفراد، كيفية التعامل مع موارد بسيطة أو ممكن نقول قليلة أكثر يعني فايدة ممكنة. تخيلي حضرتك إن إحنا في بيت دلوقتي، البيت ده موجود فيه ازمه دخل، الوالد كان ليه مصدر دخل معين، ابتدى الدخل ده يقل، بقى عندي ازمه اقتصاديه، بدا عندي حاله من التوتر والقلق نفسيا، بقت عندي ازمه نفسيه، بدا عندي التوتر ده بالقلق ده يزيد، حصل عندي تهديد للسلم الاجتماعي، بدا عندي ازمه اجتماعيه. ازاي ان انا ادرب الطفل عندي بقى؟ لان على فكره اداره الازمات ان حضرتك تبداي تتحركي في حزمه، يعني في حزمه تناسب الازمه، هو انا داخل الازمه ولا قبل الازمه ولا بعد الازمه، فيه رقابه تنبؤيه ورقابه متزامنه ورقابه تاريخيه. ابدا من هنا الدوله المصريه بدات تتكلم على ان ازاي ده خطه استراتيجيه، لكن انا هتكلم من القاعده بقى من البيت، ازاي ادرب ابني ان هو يتحرك لما يبقى عنده ازمه، لما يبقى في المدرسه والميه قطعت في المدرسه، هو مدرب انه هيعمل ايه من البيت، يبقى انا دربت ابني ان هو ازاي يتحرك صوب. وهنا في نقطه لصالح الدوله وهي فكره الخطوات الاستباقيه وليس خطوات رد الفعل. يعني احنا شفنا ان الدوله بتنبه الساده المواطنين هينقطع الكهرباء من كذا لكذا لاحتواء الازمه او لسلامه المواطنين، المياه هتقطع من كذا لكذا، فكان عندنا فرصه لتخزين مياه. كل دي نقاط مهمه. هنا هاجي لحضرتك وكنت بتتكلمي عن الجانب الاقتصادي، دور الاسره كمان. الجزء انا عايزه بقى اتكلم عن دور الاسره ودور الافراد عموما في احتواء الفكرة عشان ما نوصلش لأزمة اقتصادية، لأن ممكن تصرفاتنا العفوية السلوكية تودينا لأزمة اقتصادية. خلونا نتابع هذا التقرير عن دور المجتمع والأسرة في مساندة الدولة وقت الأزمات ونعود لحضراتكم على طول. نتكلم عن